جاءتنا الثالثة: لك عادة معلومة؟ قالت: لا. تميزي؟ قالت: لا والله ما أميز. فهذه متحيرة، هي احتارت في نفسها وحيرتنا معها. فماذا تصنع؟ تصنع تسأل أختها وأمها وخالتها، تسألهم عن الأيام، كم يوم تحيض الأم والأخت والخالة؟ يقولوا 5 أيام. إذن هي تحسب 5 أيام من أول كل شهر هجري، هذه تترك فيها اللي ذكرنا، صحيح؟ نعم. وبقية الأيام حتى وإن نزل الدم تصلي، مفهوم؟ نعم. والحمد لله رب العالمين.